عن إذنك. شو بدك؟ مشت، مو وقت المشاكل. ليش إجا؟ اتركه، بعدي عن الباب. مو فاضي لك. بالله بعدي من وشي بلا وقاحة. بابا بعدي هيك. علي، شو جابك لهون هلا؟ ليك رح اقول لك اياها لاخر مرة، تركني بحالي وخليك بحالك. خلص نحن اطلقنا وما في شي بيربطنا، ما عاد بدك تفهم وتروح؟ اعتقنا بحالنا مشان الله. بلا، بس بالأول فهمي الحقيقة قبل ما تتورطي. شو قصدك بهالحكي؟ اللي بقصده إنه هذا الزلمة كذاب وحقه نص فرنك. قوم حبيبي، قوم اقعد بأوضتك. عيب عليك تحكي هالحكي عنه. أنا ما غلطت وظلمته بكلامي جميلة، والله، لأني بعرف كل الحقيقة اللي بتخص ماضي هذا الواطي. هذا الزلمة مانو سهل بنوب، ومخبي عليك كل شي بيخص الماضي الأسود تبعه. أنا ما خبيت شي بضرك، واللي لازم تعرفيه وبيهمك أنا حكيت لك إياه بالحرف الواحد. يا ترى ما بيهمها تعرف إنك انحبست؟ ليش انت انحبست؟ ايه بيصير هيك قصة تخبيها عن المخلوقة يا محترم، وبدك تتزوجها. سألي جميلة، ليش انحبس لسنين؟ ولا ما بيهمك؟ ليش؟ لأنه ارتكب الجريمة. لا 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 يا مسكين، عن جد أنت ما بتستحي عدمك، لك حاجة تلف وتدور علينا وتتهرب من الموضوع. احكي الحقيقة ولا احكي، إلا أنك قتلت عشيقتك لهيك في على السجن. يلا، هذا الزلمة قتل عشيقته لهيك حطوه بالسجن. قديش انحبست يا حباب؟ سبع سنين. سبع سنين؟ لأنك مجرم انحبست كل هالسنين يا بيك، مو هيك؟ ايه جميلة خانم، شو رأيك هلأ؟ هذا اللي شايفتي كان متزوج وعشقان على مرته، وشرطك تركها وعاش مع عشيقته. بتعرفي وين كمان؟ بفيلا كبيرة، ومو حي الله فيلا، بفيلة آل كارجي. طيب وين راح بمرته؟ رماها للمخلوقة بمكان بعيد كرمال ما تعكر عليه وعليها وما سأل عنا وعن عيشتها. ايه صياد؟ احكي، ليش ساكت؟ خليون يعرفوك. احكي يا حكمة كارجي المحترم، انا ظلمتك بكلامي؟ ليك المسكين، يا حرام قديش مبين بريء، والله وجعني قلبي عليه. بس ليش لأكذب اصلا؟ انا زعلت لما دريت باللي صار بالولد الصغير حسن. حسن كارجي هذا الولد بيكون ابنه، ولأنه عشيقته افترت على الولد بدون سبب وأبوه ظلمه، الولد انقهر من قلبه لهيك انتحر. وهالفهمان ليش ما قدر يحمي ابنه؟ لأنه كان معمي على قلبه وراكد ورا عشيقته. عم كذب؟ يلا أحكي. مو كذب طبعا، لأنه هي هي حقيقتك يا بيك. مزبوط هالحكي؟ حسن لما قتل حاله، سهى حاولت تتركني وأنا بهالوضع، وأنا قتلتها. مظبوط. وبعد كل هالشي شو صار بعدين؟
سلمى خانم فقدت عقلها على الآخر. سلمى خانم بتكون مرته لهاد وأم حسن كمان. ليك هالظالم حبس مرته بفيلا وحط عليها حراس مشان ما تضايقها بجنانها، صح ولا لا؟ لا 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 لا، ما حبستها أبدا، هي صارت مثل الولد، لهيك خفت عليها تأذي حالها بعدتها على الفيلا. هنيك بضل آمن إلها وحتى يحموها من حالها. هذا هو الحقير اللي ما بتعرفه. ليش ما قلت لي كل هالشي؟ لأنه أنا بصراحة ما عدت قدران أحكي هالشي لحالي جميلة. حكمة كارجي كرمال يهرب من حاله ويخلص من كل هذا تحول لصياد. صدقيني أنا ندمان، حتى ندمت ندم الكلاب. كنت مفكر إذا هربت رح أرتاح، بس ما في حدا بيقدر يهرب من حقيقة المر اللي عاشه ولا من ماضي كمان. ما قدرت أهرب. إذا بتتذكري لما حكينا بالمزار وقلت لك إني أنا شخص مو منيح، مظبوطة هاي؟ وشفتي بعينك. بس أنا ما كذبت عليكي أبدا، بس مع هيك أنا بعتذر منك كثير وما عاد فيني أعمل أي شيء بهالحالة بنوب. سامحيني. بظن قلت اللي بدك تقوله هلأ. يلا روح من هون. لو سمحتي بس سامحيني. لوين يا صياد؟ حكمة كارجي لوين؟ إن كنت صياد ولا حكمة كارجي ما عاد تفرق، لأنه رح روح لمكان ما تلمحي فيه وشي بعد اللي صار. أنا رح أطلع من حياتك. ما في لزوم، لأنه أنا موافقة أتزوجك. جميلة، لك أنت جنيتي لحتى توافقي عليه؟ شو أنت غبية لحتى تتجوزي هيك واحد؟ شو صار لك؟ سمعتني منيح؟ مو انت بدك اياني؟ انا موافقه اتزوجك. جميله،